ليوناردو between وائل and his father. وائل بدأ الكلام بيقول Could I ask one request, Dad? ممكن أطلب طلب واحد request يعني طلب قال له Of course إيه بقى الطلب؟ سأله سؤال فوائل رد عليه بسؤال برضو مش بجملة خدوا بالكم قال له To the cinema? No problem but بيقول له إيه ده السينما؟ ماشي مفيش مشكلة بس وكمل جملته فوائل قال له I don't have homework today dad أنا ما عنديش واجب النهاردة يا بابا Don't you know that tomorrow is a holiday أنت ما تعرفش أن بكرة أجازة فالأب جاي يستغرب بس النهاردة فبيقول له A holiday أجازة إيه المناسبة أنت أكيد السؤال ده هيبقى إيه المناسبة فوائل رد عليه بجملة كان رد فعل أبوه عليها Oh I forgot that Don't forget وجملة بابا جاي فعلا يتفاجئ النهاردة المهم بعد ما قال له الأجازة سببها إيه قال له أوه جد أنا نسيت خالص الموضوع ده طيب ما تنساش إنك تعمل كذا كذا قال له Of course I will buy her a good present but I need some money to buy a good one أنا هشتري لها هدية كويسة ولكني محتاج شوية فلوس اوكي يبقى اكيد بيفكروا ما تنساش تجيب لها هدية مين هي بقى هنفكر مع بعض بعد كده الفازر قال له that's okay here is the money don't be late ما تتأخرش طبعا من حوار السينما ده طيب تعالوا نفكر مع بعض هنحل ازاي الاول can I ask you one request dad of course عايز ايه اللي هو how can I help you او what do you want لان ده اب وابنه فمش لازم الاسلوب يبقى مؤدب بزيادة ممكن what do you want عايز ايه طيب الولد طلب هنا بس في صيغة سؤال خدوا بالكم الحتة دي وعرفنا ان هو عايز يروح السينما فهنسأل هنا السؤال مش جملة مش هنقول له انا عايز اروح السينما هنقول له مثلا ممكن اروح السينما وعشان يبقى على هيئة سؤال ممكن نقول Can I go to the cinema please ممكن اروح السينما على هيئة سؤال اهو قال له السينما ماشي مفيش مشكلة بس انت مش عندك واجب طب خد بالك اللي انا قلته ده سؤال هو هنا قال جملة اتصرف ازاي بقى بدل ما اعملها على هيئة سؤال اعملها على هيئة امر مثلا قل له بس انت لازم تخلص الواجب بتاعك فبعدها هيقول لي انا ما عنديش واجب فالجملة تنفع تمشي مفيش مشكلة طيب هتعملها ازاي امر دي ممكن تقول له مثلا You should finish your homework first لازم تخلص واجبك الاول طب يا عم انا ما عنديش واجب انت ناسي ان بكرة اجازة فقال له أجازة أجازة ليه أجازة بمناسبة إيه في إيه بكرة أي حاجة من دول تنفع فممكن مثلا نقول Why is it a holiday ليه أجازة نيجي بقى للحتة اللي فيها فكرة شوية هنا هيقول حاجة بتبقى أجازة أو يعني ممكن يتاخد عليها أجازة في بعض الأماكن طيب راح الأب بعدها قال له إيه ده أنا نسيت وفي نفس الوقت قال له طب ما تنساش تشتري لها هدية ده اللي احنا فهمناه من تحت ايه الاجازة اللي بيعوزوا يشتروا لها هي هدية واحدة ست يعني مش الاجازة فالاكيد الست دي ليها علاقة بالاجازة ممكن مثلا واللي ابوك اللي بيقولك اشتري لها ممكن تبقى ماما مثلا يبقى ممكن نقول ان بكرة المذرز داي عيد الام ده انا نسيت ان ده عيد الام طب بص ما تنساش تشتري لامك هدية عشان ما تزعلش مننا احنا الاتنين فهتقول مثلا في الحتة دي بكرة عيد الأم مثلا It is Mother's Day tomorrow It is Mother's Day tomorrow Oh I forgot that نسيت أنا الموضوع ده طيب بص ما تنساش تشتري لها هدية دي أسهل جملة فيهم Don't forget to buy your mother a present خلوا بالكم ما تكتبوش هنا هير يعني لو انتوا فهمتوا طبعا الحوار ماشي على عيد الأم ما تكتبوش هنا هير لأن هير ضمير صح؟ وانا بستعمله عشان يعود على حد انا عارفه انا هنا لسه ما عرفتوش في المحادثه كلها انا ما جبتش سيرته لو قلت له هنا dont forget to buy her a present her مين يا بابا مين يعني اللي ما اشتري لهاش ولا اشتري لها ولا مين دي لازم هنا هذكر هي مين حتى لو اول مره وبعد كده اتكلم عنها كهير في باقي الديالوج ماشي مفيش مشكله بس عشان اول مره نجيب سيرتها لازم نقول هي مين سواء الاسم او هنا في الحلقة دي طبعا هي الام ف don't forget to buy your mother a present بس كده ويبقى الديالوج خلص